للمزيد من المتابعة حول كوب 27 ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، كوب 27 وزخم واسع على كافة الأصعدة فيما يتعلق بمستقبل كوكب الأرض وأيضا التغيرات المناخية وكيفية الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة. يعني دعنا نتحدث من الحدث الأبرز وهو تدشين المرحلة الأولى من إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضا إقامة أكبر محطة لطاقة الرياح بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة ومصر. كيف ترى هذا الاستثمار وآثاره على التغيرات المناخية؟ يعني الحقيقة خليني أبدأ كلامي بعنوان أن الدبلوماسية الخضراء تصنع المستقبل الأخضر لمصر وللعالم. فالمشروعات الخضراء نراها اليوم هي الملف الأساسي لعلاقات دبلوماسية نرى العالم بالكامل موجود في مصر. نتابع لقاءات ما بين الحكومة المصرية على كافة المستويات مع مسؤولين من كافة الدول العالم. العالم يأتي إلى مصر. هناك أحاديث، أتصور أن إذا كان الحديث الرئيسي هو حديث المناخ والمشروعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، فإنه بالتأكيد هناك أيضا الأطر التعاون والاتفاقات التعاون التي يمكن أن تحكم ذلك الأمر هي موجودة على الطاولة. المشروعات اللي بيتم الإعلان عنها الحقيقة هي تتويج للكثير من المفاوضات واللقاءات. أنا عايز أؤكد أن كل مشروع يتم الإعلان عنه هو موجود في استراتيجية مصر للتحول الأخضر. مصر لديها استراتيجية محددة، لديها مشروعات محددة بيتم طرحها اليوم في خلال هذه الأيام في القمة مع الكثير من الأطراف. مذكرات التفاهم اللي بيتم توقيعها بما تشمله من خطوات هي مقدمة لتعاقدات حقيقية تنفذ تلك المشروعات الخضراء على الأراضي المصرية بما يرتبط بها من خلق فرص عمل وتحسين للمناخ وزيادة للناتج المحلي الإجمالي المصري. نعم، كيف تكون وجهة جاذبة للاستثمار سواء الاستثمار الأجنبي المباشر أو حتى في الاستثمار الداخلي المحلي؟ الحقيقة هي مصر في الفعل وجهة مهمة للاستثمار. مجال الطاقة، الطاقة الجديدة والمتجددة تحديدا. في مجال الطاقة مصر قطعت خطوات كبيرة جدا. احنا كنا بنشوف مشروعات قبل كده يمكن المواطن العادي كان بيحس ان وكان بيستغرب هي ليه، يعني فكرة الربط الكهربائي ما بين مصر ودول الجوار كمقدمة ايضا لربط كهربائي قادم ما بين مصر واوروبا. بالتالي فان مصر عندما تنطلق في مجال الطاقة هي بتركز أيضا على الطاقة المتجددة، حيث تستهدف أن تكون الطاقة الكهربائية المولدة في مصر في 2035 تصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المتجددة. زيادة الطاقة في مصر سيما في مجال الطاقة المتجددة بيفتح الباب أمام استثمارات كبيرة في الصناعات المستهلكة للطاقة في مصر، بيفتح الباب في مزيد من التعاون الاقتصادي، لأن التعاون في مجال الكهرباء مع دول الجوار بحيث أن تكون مع اختلاف ساعات الذروة يتم عملية تبادل الكهرباء. نعم، هيكون إطار لمزيد من التعاون في عمليات التبادل التجاري وغيرها من المجالات. بالتالي فإن الانطلاق وزيادة الطاقة الكهربائية في مصر من خلال مشروعات الطاقة المتجددة شيء مهم جدا. أيضا العالم بيهمه أن يضخ استثمارات في مصر مع موقعها، مع العلاقات الطيبة وعمليات التشابكات التجارية الكبيرة اللي أصبحت ما بين مصر والعالم. هذا الأمر بيحتاج إلى إجراءات كثيرة. القمة بالنسبة لي أتصورها فرصة للإعلان عن ما قامت به مصر من خطوات ومن تهيئة لبيئة الاستثمار ومن تهيئة للبنية التحتية الجاهزة لاستقبال مثل تلك المشروعات. بالتالي فإن مصر تمارس كما ذكرت في بداية المداخلة، مصر تمارس الدبلوماسية الخضراء لجذب أكبر قدر من المشروعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر. نعم، إلى أي مدى تكون الخطط أو الاستراتيجيات التي وضعت من قبل مصر واستبقت بها خطوات كبيرة جدا للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال استراتيجية وطنية تختص بذلك، إلى أي مدى تحول إلى خطط فاعلة على الأرض؟ المزيد من الشراكات في هذه الفعالية الكبيرة التي تعقد على الأراضي المصرية كوب 27، وكما شاهدنا اليوم عدد من اتفاقات ومذكرات التعاون الخاصة بهذا المجال.
بالتأكيد هي مصر لا تبدأ من الصفر، عندما نتحدث عن مشروع مع الإمارات لتوليد طاقة من الرياح فنحن لدينا بالفعل مشروعات طاقة من الرياح، عندما نتحدث عن مشروعات توليد طاقة من الشمس لدينا بالفعل محطة البنبان من أكبر محطات الطاقة في العالم، بالتالي فإن مصر لديها الخبرة في ذلك المجال، لديها نماذج لعقود، لديها نماذج من اتفاقات، لديها نتائج مبشرة بأن مناخ الاستثمار جاذب، بأن هناك بالفعل شراكات مع القطاع الخاص والكيانات الموجودة في العالم بالفعل في مشروعات حقيقية، بالتالي فإن الانطلاق وتوسيع هذا التفاهم وهذا التعاون نحو مزيد من المشروعات هو أمر له الأساس الموجود على الأرض. الحكومة المصرية حريصة على أن تقتنص أكبر قدر من الاستثمارات الخضراء خلال الفترة القادمة، العالم يتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومصر تريد وتتابع مؤسسات التمويل التنموي منخفض التكلفة التي لديها توجه نحو تمويل مثل تلك المشروعات، وتريد أن تحصل على أكبر قدر من التمويل للمشروعات المحددة في استراتيجيتها للسنوات القادمة. نعم، مصر حلقت الوصل ما بين إفريقيا وأوروبا، والهدف أيضا هو تصدير الطاقة. كيف تتحول مصر إلى هذا المركز اللوجستي لتصدير الطاقة بالشكل الأمثل الذي يعني يخدم المصالح المصرية وأيضا يخدم الشراكات مع الدول الأخرى؟ يعني الواقع أن مع المتغيرات اللي بتحصل في العالم ومشكلات سلاسل الإمداد خلال هذه الفترة أظهرت أن الموقع الاستراتيجي المصري له أهمية بالغة، في أن مصر هي مصر دولة قريبة جدا من أوروبا، قريبة جدا من أفريقيا، متحالفة ومرتبطة بآسيا ودول الخليج، بالتالي فإن ضخ الاستثمارات في هذه المنطقة في مجال الطاقة هيكون مهم جدا، لان الطاقه سيما الطاقه الكهربائيه لا يمكن تخزينها، فبتكون فيها مشكله، لان اما وان تم توليد الطاقه الكهربائيه لابد ان يتم تخزينها، فعمليات الربط بتؤدي الى انه مصر اذا تم توليد الكهرباء في مصر واحتاجتها اوروبا بنجد انها تذهب الى اوروبا، بينما اذا تم الاحتياج الطاقه ما يزيد عن الحاجه المصريه إذا احتاجته دولة أخرى، فاختلاف التوقيتات واختلاف ساعات الذروة واختلاف الاحتياج من ساعة إلى أخرى في الدول هو شيء مهم جدا بيميز مصر باعتبارها في منطقة متوسطة تربط ما بين القارات الثلاث، فالأرض مهمة، أيضا مصر لديها البنية التحتية، لديها الكثير من الصناعات التي من الممكن أن تساعد على ذلك، لديها العمالة منخفضة التكلفة، مصر رقم مهم جدا في المعادلة، وأتصور أن أهم ما يميز مصر في هذه الفترة انفتاحها وتشابكها التجاري والاقتصادي على كافة الكيانات، يعني مصر منفتحة اقتصاديا على الشرق والغرب، مصر ومهم جدا ان احنا نقول ان مصر بتنال ثقة المؤسسات الدولية ولديها استقرار اقتصادي في ظل هذه التداعيات الكبيرة والتحديات الكبيرة التي واجهها العالم، نتصور ان الاقتصاد المصري يخطو خطى جيدة يتعامل مع التحديات التي يمر بها العالم بأسلوب علمي تشهد له المؤسسات الدولية بالكامل. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي.